تخينه يا فشله، ايه مال وشك مالك ده ليه؟ على فكره انت تخنتي قوي بعد الحمل والولاده. لا لا كنتيش كده، وبطنك عاليه، يعني بطنك عاليه اوفر بقى، شكلك صعب، تخنتي قوي، تخنتي. يعني الفيديو اللي فات كان بيتطلب بطريقه ما يعني ان انا اظهر بجسمي كله مش بنصه بس، فكان في بعض التعليقات، هي الحقيقه مش كتير قوي يعني، بس كان في بعض التعليقات اللي اقل ما يقول عنها ان هي سخيفه بصراحه، ان هي تتقال لاي حد. وانا عشان كده بتكلم النهارده مش عشاني خالص، رغم ان ممكن اقول لكم حبه مبررات دلوقتي للصبح انا مثلا ليه وزني زايد والكلام ده، بس انا عايزه اتكلم النهارده عشان لو في حد تاني بيواجه نفس التعليقات دي، اللي هو ما يقال عليه في زماننا او اليومين دول يعني تنمر، ان في حد بيتنمر عليكي لاي سبب ايا ما كان، هو ايه شكلك، جسمك بقى، دراستك، اهلك، بيتك، ايا كان يعني شكل التريقه او شكل العيب اللي هم بيطلعوه فيكي ايه. فعشان كده انا طالعه اتكلم النهارده، رغم لو اتكلمت عن نفسي مثلا بالنسبه لمبرراتي انا ليه وزني زاد، انا لسه خارجه بقالي شهرين من حمل وولاده وكده، ومش كل الاجسام بتقدر تحافظ على نفسها، في ناس عادي وضع طبيعي ان جسمها يزيد مع الحمل وما تقدرش تسترد الجسم ده تاني بعد شهرين من الولاده، ما ينفعش البطن اللي كانت شايله بقالها 9 شهور كده طالعه قد كده مش تيجي بين يوم وليله وترجع تاني. ده غير يعني لو متابعيني على القناه التانيه هتعرفوا ان عندي شويه مشكله في الرضاعه الطبيعيه، فعماله بقى ايه اضرب في حاجات واكل في حاجات واشرب في حاجات وباخد ادويه، يعني يمكن حتى لما قلت للناس ان انا باخدها مش عارفه قالوا لي دي اتمنعت فين عشان بيقولوا بتجيب جلطه، ده مش عارفه انا اخدتها وربنا استرها معايا، ده انا كان هيجي لي مش عارفه ايه، ده الدواء ده بينفخ، ده الدواء ده بيعمل، وانا ما فيش عايزه اكمل في الرضاعه الطبيعيه دي ماسكه فيها بايديا وسناني. غير نفسيتي بقى كانت متاثره جدا من حاجات حصلت لي كده وقت الولاده، فانا من النوع اللي بزعل باكل، افرح اكل وازعل واكل عادي ما عنديش اي مشكله، فبصراحه باكل. فانا عندي مبرر، مثلا لو قلنا لزياده الوزن ده لو كان وزني زاد يعني، يعني بيكون في اسباب تانية برضو، بس الناس اللي بتشتم، الناس اللي بتتنمر، الناس اللي بتتريق على غيرها، ايه مبرراتكم؟ ايه عذركم؟ ايه دخلكم في واحده لسه والده، واحده يعني ما دخلتش اصلا على الولاده ولا الحمل، واحده لسه متجوزه، اصل برضو اللي ما اتجوزتيش لحد دلوقتي، ولما اتجوزتي ما خلفتيش ليه، ولما خلفتي ما خويتيش ليه؟ ما انت لازم تخاوي، لازم يبقى في قرطه عيال كده عشان تربطي الراجل او ايا كان، يعني الكلام اللي بيتقال انتوا اكيد عارفين الكلام اللي بيتقال ده كله. فانتوا ايه مبرراتكم ان حد يدخل يتريق على حد على شكله، على جسمه، على لونه، على طوله، قصير طويل، ايا كان، على جوزها؟ يعني ممكن تلاقي واحده طالعه تلاقي بقى التعليقات بتتريق على جوزها، هو شكله عامل كده ليه، هو شعره عامل كده ليه، زي ما بتقولي على وليد جوزي، هو شعره عامل كده ليه، هو شعره عاجبني على فكره، ولا عايز اقول له حلقه، ما هيسمع كلامي لو انا شايفاه حلو في كل الاحوال، حلقه بقى، طول شعره، عمله مش عارفه فلافيل فلافل، ايا كان يعني هو عاجبني كده يعني. فليه حد يدخل يتريق على حد، خاصة في حكاية الوزن دي، وخاصة لو كان الكلام مش في محله؟ ما ممكن مثلا واحدة ما تكونش تخينة بس تكون مثلا البيريود جات لها ولسه ما نزلتش، فجسمها منفخ، مش جسمها تخين ووزن زايد وسمنة وكده ودهون، لا هي بس جسمها منفخ من البيريود عشان لسه ما نزلتش. فايه ولو انتم مش واخدين بالكم، فاحنا دلوقتي بقى في امراض كتير جدا بنحاول ان احنا نقاومها ونتخلص منها بعيده تماما عن التخن والرفع، لان ممكن يكون واحد رفيع اصلا وجسمه ضعيف، وممكن يكون واحد مليان الى حد ما بس صحته كويسه وبياكل اكل صحي وكويس وكل حاجه، بس هو طبيعه جسمه كده، او هو عاجبه جسمه كده مش عايز يخس، يعني هو عاجبه شكله جدا، انا وصلت لمرحله بعد ما خسيت جدا جدا لو نزلت بتاع 15 او 18 كيلو وانا قاعده في البيت، وكنت يعني ما كانش بقى في شغل ولا كان في اي حاجه، كنت قاعده في البيت منتهى الفراغ، ورغم كده وصلت لمرحله انا عايزه اتخن تاني، انا وشي ممصوص. في ناس ما بيلقش عليها الرفع قوي، فنبقى شايفينهم مثلا لحد ما وشهم مليان، فلما بيخسوا بيبقى كلهم شبه بعض، فبقيت باكل عشان ارجع اتخن تاني، بعد ما خسيت وصلت اللي انا عايزاه وعفرت وكله تمام كنت عايزه اتخن تاني. في ولد عايزه احكي لكم عليه، انا يعني الحقيقه مش فاكره اسمه، بس هو الى حد ما حد معروف وبيعمل فيديوز، بس انا عرفت القصه بتاعته ليه بقى، لان الولد ده كان جسمه زايد جدا، كان تخين، كان تخين تخين بقى، منزل صور ومليان جدا جدا، فاحنا كناس على السوشيال ميديا بيجي لنا
اعلانات مثلا من اماكن، من ناس عايزه تعمل مثلا اعلان لمنتجات او كده، مقابل بقى ايا كان المقابل ايه. فهو جاله عرض من دكتور هيعمل له عمليه اسمها تكميم المعده عشان ما ياكلش اكل زياده يتخنه. طب المقابل، مقابل انت هتكلم الناس عليا وتعرفهم بيا وان انت خسيت على ايديا. ودخل فعلا الولد عمل العمليه الجراحيه دي، وبعديها باسبوع بالظبط بدا يظهر عليه اعراض، بيكح دم، جسمه مش قابل اي اكل. وصل لمرحله يعني اللي هو انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، الموضوع مش متعلق بالعمليه وان انا فقت منها، لا انا حاسس ان انا تعبان. راح للدكتور، كان لسه في الفتره اللي فاتت دي، فقال له لا ده انت عندك كورونا، فانت بقى تعزل نفسك اسبوعين في البيت ومش عارفه وتعمل ايه وايه. فالولد ابتدى يتعامل على اساس كلام الدكتور اللي فاهم، وفعلا عزل نفسه في البيت. انا بقول لكم القصه بالتقريب، انا مش عارفه تفاصيلها ايه، بس ده اللي فهمته يعني من اللي اتحكى على لسان الشخص ده. فبعد كده هو خلاص يعني عمل عمليه وعزل نفسه في البيت عشان هي كورونا، بدات حالته تزيد، اللي هو وصل لمرحله ان هو ما بياكلش غير باللي هي بالخراطيم اللي بتتركب دي عشان الاكل ينزل على المعده على طول، ما بيقدرش يفتح بقه وياكل، ويكح دم بقى واعراض كتير كده، اللي هو بقى هزيل بقى خلاص، يعني مش بيخس، لا هو جسمه تعبان مش قادر يتحرك. فخلاص ساب بقى الدكتور ده وقال لما يروح يسأل دكتور تاني، فقال له تدخل لي العمليات فورا، انت مش عارفة حصل لك ايه في العملية وتشال ايه من الاعضاء او قطعوا ايه خلال العملية، تفاصيل كده الحقيقة انا ما اعرفهاش يعني ما ركزتش فيها. بس الولد اتعمل له حاجة غلط في العملية اثرت عليه، بقى كل مرة بعد العملية اللي هو عملها دي عشان يخس، عشان تنمر الناس عليه، عشان الناس اللي طول الوقت عماله تشتمه، انت تخين، انت تخين قوي، انت شكلك وحش، خست شويه، الكلام ده وصله ان هو عايز يخس، او حتى كان بيخس عشان نفسه. الولد ده بقى عمال يصور نفسه مع كل عمليه بيعملها، يقول دي العمليه الاولى، بعد العمليه اللي هو عملها، العمليه الثانيه، العمليه الثالثه، الرابعه، الخامسه، وصل ان هو بيشاور كده وهو داخل العمليات، العمليه السادسه. وتشوفوا منظره وهو متعلق بقى المحاليل فيه ومش عارفة والخراطيم والكلام ده، شكله صعب جدا. الولد طلع في فيديو هو ومامته بيقول انه يعني متعملوش كده، يعني انت اقبل نفسك زي ما انت عايز تخس، خس لنفسك، امشي على طرق طبيعية بالاكل، مش عارفة بدايت، باي حاجة، المهم ان هي تكون حاجة صحية، بلاش الادوية، بلاش العمليات الجراحية، ممكن تظبط مع ناس، ممكن مع ناس تانية متظبطش. والدكتور في النهاية شال ايده من الموضوع ولا اعترف حتى بغلطه، ولا طبعا يتحمل مسؤولية حاجة زي كده. والولد مش راضي حتى يقول اسم الدكتور، الناس بتطلب منه ان هو يقول، مش راضي يقول عليه، هما عايزين يقول عشان الناس تاخد بالها، يعني هو مش راضي يقول على اسمه. ورغم كده لحد دلوقتي دخل 6 عمليات، يعني لحد اللحظه دي، ممكن اصلا يعني ادخل عنده على البروفايل بتاعه الاقي ان هو عمل عمليه تانية، يعني ربنا يشفيه طبعا. حد زي مؤمن زكريا لعيب الكوره ده، جسمه بقى هزيل جدا وضعيف جدا جدا بعد المرض اللي جاله ده، ربنا يشفيه ويشفي كل المرضى. بقى جسمه رفيع، اهو مش بقى جسمه رفيع بس مفيش اعصاب، بس تشوفوه كده يصعب على الواحد اصلا هو بيشوفه وشافه وصل للحالة دي، وهو رفع، مش ده كده رفع برضو بالنسبة لمقاييس الناس، يعني ده كده جسمه رفيع مش جسم تخين. فاحنا ما ينفعش طول الوقت ان احنا نفضل نخبط في الكلام كده وزي ما تيجي تيجي، ما لناش دعوة بحد، يعني اللي عايز يتخن يتخن نفسه، اللي عايز يخس يخس نفسه. اللي لسه والده دي وخارجه من ولاده ومن حمل ومن تعب قد كده وحاجات صعبه محدش يعرف عنها اي حاجه غير الشخص اللي بيعيشها والشخص اللي حاسس بكل تفاصيلها، ما نتكلمش، ما نقولهاش بقى خسي وما تخسيش، لا انت تخنتي، لا مش عارفه ايه، احنا ملناش دعوه ملناش علاقه بالكلام ده كله. وبعدين معلش اللي بيتكلموا دول اصلهم مش ملكات جمال، يعني انا مش عايزه اغلط في حد، بس انت روحي بصي لنفسك في المرايه، ايا كان بقى انت رفيعه مش رفيعه، اكيد انت مش ملكه جمال. ملكة الجمال دي بتبقى حد واثق في نفسه، فاللي واثق في نفسه بيعيبش في غيره على فكرة، اللي بيواثق في نفسه بيشوف الناس كلها حلوة، يعني بيعترف اصلا بجمال غيره، مش بيفضل يفصص فيهم ويطلع فيهم عيوب. بلاش، انت دلوقتي احلى واحدة وجسمك سامباتيك وكله تمام وجسمك 110/10، حلو، جيتي اتجوزتي وحملتي وخلفتي وجسمك بقى من الهرمونات ضرب ومش عارفة لسه بقى ترجعي جسمك. فانت تخيلي في كل لحظه مثلا بتنزلي تشتري حاجه مثلا من السوبر ماركت، بتتعاملي مع اي حد بيفكرك
بالحاجه اللي انت عايزه تخلصي منها اللي هو الوزن الزايد، وانت مش عارفه هي هرمونات، هي ملهاش علاقه بالاكل. انت ممكن تكوني قافله بقك خالص وتشمي بس ريحه الاكل تزيدي. في ناس بتقول كده، تقول انا بس اكل بس بلحايه الاقيني زدت على الميزان قد كده. في ناس طبيعه جسمها كده. في حاجات ممكن تداري، يعني ممكن برضو اللبس يداري شويه، سواء انت رفيعه ممكن تحشي نفسك فتباني ادخن، ممكن انت مثلا تخينه تلبسي كرسي او حاجه كده تلم جسمك يبان شكلك ارفع. في حاجات بقى ملهاش، يعني زي مثلا مرض في الوش، البهاق مثلا، او اي مرض يعني. في حاجات ما بتداريش، هنفضل برضو نتريق عليهم؟ هنفضل نجرح فيهم بالكلام؟ هنفضل نضايقهم؟ هنبقى راضيين عن نفسنا واحنا بنعمل كده؟ هنبقى راضيين لو احنا اتعمل فينا كده في يوم من الايام؟ فنسيب الناس في حالها. انا مش بحط اي مبررات لنفسي، انا مش عايزه احط اصلا، مش حاطه في دماغي موضوع الجسم ده، اخر اهتماماتي بصراحه الفتره دي، خاصه ان انا باكل. فالاكل ده اكيد يعني مليون المية هيزودني، وبقعد بالليل بقى وانت خلاص بقى تعبانه طول اليوم، انا عايزه انتخ بقى بالليل واضرب لي الفستق بتاع ربع كيس فستق كده في المر، خلاص بقى انا عايزه اريح نفسي، انا اعصابي تعبانه وتعبانه نفسيا من اللي حصل لي في الولاده، ويعني بقابل مشاكل كده مش تمام، فعايزه افصل بالليل. فبقى عايزه بقى اشرب لي بقى في حاجاته، وسقي بقى في الشاي، اي حاجه تسقى معايا في الشاي بلبن. فانا عارفه اني ممكن اكون بعمل حاجات تزود جسمي شويه او تزود وزني، لكن ما بقاش عايزه ان حد ايه يجي يخبطها لي كده في وشي برضو. انت تخنتي قوي، انت تخنتي بعد الولاده، انت بطنك كانك لسه حامل، انت مش عارفه انت حامل تاني ولا ايه. ما تخيلوش الكلام ده قد ايه سخيف. انا بالنسبه لي ولا يعني الناس اصلا اللي اتكلمت دول بلاك 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 ولا يفرقوا لي خالص، ولا يمكن حتى يسمعوا الكلام ده. انا بتكلم عشان لو في حد تاني، بلاش نضايقه، بلاش نقعد نحكم على تصرفات الناس وتحكم في حياتهم واعملوا كذا وما تعملوش كذا. سيبوا كل واحد في حياته، كل واحد في حاله، كل واحد لنفسه. عندكم تعليق لذيذ ظريف بطريقه حلوه تقدروا تقولوه، بس ما يبقاش الموضوع فضايح يعني. وحتى الاسلوب كمان بيفرق، والكلمه الحلوه بتفرق، والطريقه اللي بيتقال بيها الكلمه دي بتفرق. فناخد بالنا بس من كلامنا، محدش يتريق على حد، وبلغه العصر بلاش نتنمر على حد، بلاش جو التنمر ده. في ناس بتقعد ايه تقولوا مش عارفه نعمل حمله على المتنمرين، احنا لازم نقضي عليهم، احنا لازم نعرف الناس ان دول متنمرين، فيبتدي ناس تانية تخش تشتمهم، فاحنا كده في نفس الدايره ما عملناش حاجه. ده غير انه لو الواحد من جواه مبطلش الحاجه الغلط اللي هو بيعملها، يبقى مش هيبطلها. يعني هو مثلا الناس دي خلاص زنقوا عليه في الحته دي، مش هيعرف يشتم فيها، هيروح الناس تانية يشتم فيهم. فالمفروض يعني بتبقى القناعة الشخصية هي اللي بتأثر على الواحد وبتحركه، مش يكون المؤثر خارجي بس. فلأي بنوتة تخينة رفيعة طويلة قصيرة، بشرتك فيها حبوب، بشرتك صافية، يا أي شعرك طويل قصير، أيا كان يعني، أنت قمر في كل الأحوال. أنت حلوة بروحك وحلوة بشكلك، وأكيد مميزة عند الشخص اللي بيحبك وعند أهلك وفي وسط أصحابك يوم فرحك. أصلا لو أنت لسه ما اتجوزتيش هتبقي أحلى عروسة وأحلى واحدة، لأن الناس اللي بتعامل حواليك دي بتعامل بحب، مش بتعامل عشان الشكل، وأكيد هيبقوا شايفينك حلو يعني. الطباع برضو في النهاية بتغلب يعني. بس فما تسمعوش كلام اي حد، اي حد يقول لكم وزنكم زي انا وزني زايد وعجبني، انا عاجبني كده، محدش له فيه خالص يعني. بس يلا سلام.